قام مجموعة تلاميذ وتلميذات ملحقة إعدادية بن رشد بتخليد اليوم العالمي للشجرة الذي يصادف 21 مارس ويصادف فصل الرابع. معنا واحد التلميذة، لا سمحتي الاسم ديالك؟ مريم بوسالة، الثانية واحد. كيفاش كتشوفي هذه التظاهرة بالنسبة لليوم العالمي للشجرة وشنو استفدتوا من هذه الأيام التحسيسية؟ التظاهرة بأنها تظاهرة مهمة، وكنشكر الأستاذ سيسنوسي اللي حفزنا أننا نديروا هذه العملية، نقوموا بالتشجير لأن الشجرة هي أساس الحياة، والغابة هي رئة العالم. وكنشكر بزاف السيد دريف هو رئيس الطاقم الإداري، وكنشكر سي يوسف اللي هو اللي كان المصور ديال هذا التظاهرة، تبعنا من أول من الأول. وكانت هذه فرصة باش أنني ندعو المدارس الأخرين والتلاميذ الأخرين وكاع المناطق المغربية أنهم يديروا هذه العمليات الشجر، لأن باش نحافظوا على المغرب باش يكون المغرب جميل. وكرة الأرض راها بين عندنا، يعني واجب ديالنا نحافظوا عليها. شكرا لكم.